سلام لي زامي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير بخير وانتم تشوفوا الفيديو ديال اليوم. اليوم حنا غاديين خارجين، ولكن قبل ما نخرجوا تيتي تيك توك. هاد الدريات والانيسات ولاو مدمنات على التيك توك. تيك توك وزات نيجي بوزات ابغيو سوزات كلشي تيك توك وزات. معنا حقا ما قلتش لكم اهم حاجه، شكوني انا كنت انني انا وعدت سلمى عارضه علينا اليوم. سلمى المهم لي زامي، اليوم كما قلت لكم عارضه علينا سلمى، خليكم معنا باش تشوفوا هاد بنادمه واش خيوله جي انا واش غادي تخرجنا وغادي توكلنا مزيان وغتهلا فينا وغادي دير معنا. نقول لها خا زمرة وعك عك عبد الله. المهم لي زامي، حنا غاديين دابا غنشوفوا لالا سلمى فين غدينا، شنو غتشري لينا، فين غتخرجنا، كيفاش غتهلا فينا. راهي اللي عارضه علينا ماشي حنا اللي عارضين على راسنا، هي كفاتي انتي عارضه عليها. كنا بزاف صحابات وبقيتو فيا كاع في الدار وجنب وتحملي المسؤوليه. انا عشان عجبتني شي حاجه طلع لي الدم. العراضة عراضة، حنا ما كنحشموش. خبركم عراضة انا ما غنجاوبش. راه ما غتجاوبينيش؟ تجيبني شي حاجه. اها هزي سطاطك ما تجيش. كيفاش هزي سطاطك؟ ما علينا، بغينا نديرو لك خاطرك اصلا. اصلا تخرجي معانا، انا غنخرج انا صاحبتي. اصلا حنا باغيين نديرو لك خاطر، تواضعنا معاك. لا حنا دايرين لك خاطرك. لا وتي مصلحتك كطالبي فيا عافاك صاحبتي ونخرجوا لك. كنت فعلها كبير، انا كنت فعلها كبير. انا صافي كنقول لها لا لا ما مسالياش ما مسالياش، عندي ما يدير. عرفتي عليا عرفتي عليا، تحملي مسؤوليتك. وانت عرفتي شحال بقات كتطلب فيك حتى انت ما مسالياش اليوم. لا انا من البارح كنطلب فيك اصلا. انت عندك ما يدير وانا عندي ما يدير. ايش طالباتنا رغباتنا؟ ولي باش تلبس رجلي باش تعرض عليهم. دابا المهم دابا باش تختصر هذه الهضره، غتعرض علينا مزيان ولا لا؟ يلا سير صافي. يلا يا جماعة يلا تهلاو فيا غير عندي. يلا احترموني، علاش احترموني؟ حيت راه نقدر نتعصب في اي لحظة وصدقة ما خلصاش. حنا غتخلصي وما غنعرفوش عليك، حتى ما غنعرفش عليك. حنا في اي لحظة نقدر نديرو لك الشو. ماشي مشكل، انا اللي غنخلص، انا اللي في يدي كلشي. شنو في يدك؟ شنو في يدك؟ ما معاك اخويا، ما غاديش الطاكسي ولا الكرونطا. ويل علاش كتخوش على السيد؟ يحلق. انا الشاوية احسن ادمن بلاصة تقدر تاكلها. نقولوا الصراحة لا بنينة لا لا فاتي تعصبات حيت دخلات هنا وبقاو كيشوفوا فيها الناس. ديك ما كانوا يهضروا فيه بزاف. شغل ناخذوا بلاتيك بلاتيك خويا اولا خويا علمتي عليا بلادي الشاوية. تي باسي شو انا تاعك شو تقدر تدافع؟ لا خلاص خلاص تدافع صافي. لا تحلم، لا ما دخلتش حاجه غاليه. كنت تقدر تدافع راسك انا حبيت نبغى ننام. لا خلاص تحلم باش ما تخيبش لك سلمى الامان ديالك. راه صاحبتي شوف كنعرف باك باك اخويا انا حتى ما قريناه اصدقاء مازال 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 واش كمان نضري فين؟ صافي كنت باغي نضري فين؟ انا نضري فين؟ الو انا شنو طلع لي الدم؟ شنو سيدي عاوتاني؟ اللي بغيتي تمشي تقولي في هذاك اللي بغيتي صاحبتي شوفي غاش عاودي اش نقول لك؟ خويا انت عاودي بحال الشمسيه شكون داير هاد الحوار؟ شكون داير شي بعيده تاع الساعه؟ اجي نقول لك واحد التصفيقه بس الثاني
وبعد مني سلمى صاحبتي عرضت عليا الله يخليها ليا يا ربي كنت عارفه صاحبتي عرضت علينا وتهلاش فيها صاحبتك على البنات قال لي بقيتي كديري لا صافي والله شي هذا الدم حتى تعرض علينا لا اله الا الله شوفي عشيت الشام واش كيف فرنسي سنين باش نشوف مرة داكشي اللي قلنا مصبه انا وكنتعصب انا وكنجوع كنت كتعطلب بزاف هادشي باش كنفقصه كنقول الخير خرج عليكم بلاصه قيه واش بالي انت واش خسري واش نززنا عليك واش دينا درنا تحالك واش نقنع عليك هادي هادي كنعرض عليك فكرتني لا انا ايه انا ما نرضاهاش لا اصلا شكون عرفتي هذيك الصح باجي 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 لا باجي 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 حد شدك من ودني قالك اجي خرجينا باجي راني مريضة حدي عليا بنت الناس قلت لي الله يمحن عليك ناري عشي زعما سلمى تشرحي وسمع سلمى طلعت قلت طلابة في الشارع لا لا مشيت طلابة عشي سلمى كتصلح اللي شفتيه فيه وداك الشوهاج وداك الشيء ديال عرفتي يا خويا طيح لك الباطل صيفطك اعدام بعدا واخا تكون ما داير والو الله تصيفطك واش عرفتي عليا بصح ما عرفتيش ما عرفتيش ويلي ما عرفتيش عليا الله ما عرفتيش ديك النهار مشينا لديك الحفله ديالك صاحبتك لا قلت لنا غنعرض عليكم خلينا كنتسناوك وراكم المكانه ديال ديال هلسه خاوله ايوا يا اختي مشينا عرضت علينا سلمى جابتنا الشيء ولا كتخطبوا سمعيني 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 اش قالت لي سمعي 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 اش وقع ايوا جابتنا الشيء وتقلب علينا وجايا اختي وجاري الجوع يا اختي تغديت ب خبيت وطرطيه انا كنت لك لك خبيت كري وداك خبيت عادي بصداع على كلشي عرف عادي كنت كنهضر غير وجه خاص تاكسي تخيل شي بيتي داش فيها عام فاتني يلا اللقاء الاول كتكون شكون كنت تاكلي بشويه ضروني حلاق نوحقي لا لا شي ما يدوش يا دري استاذ خويا غنموت من الجوع شنو عليك الحلاقه مزال حيديهم هادي شتا اليوم زعمه عرفتي بلي كاع ما شفتو هاد الطاكسي اللي كيدوز قبيله كتعايره سوا عامر سوا خاوي اش كي كدير اش كي كدير مالها مالها كنت تقول واحد كيف حالكم؟ دابا الماكله فاش كيكون مخلص عليكم شي واحد كتولي البنه مضوبله فاش شنو كدير باش باني نشرح شنو اخر وعصير فيه اش فات باني كدير اري ينطق
العصر هو الغبر ديالها حنا كوازي مخليين. شوفي لو كنضحك مسكينه حشمت شوفو واش حشمت. انت نقولي بتحشميش حنا جالسين واحد البنت قابل معانا كتعرف كتقولها لمو كتقولها لخالتها وحشمانا كيجي عاد نتسلم عليها واقيلا. ولكن حبيبه حنا عارفين كتفرجي في هاد الفيديو مش بقيتي تحشمي شفتينا اجي صافي دابا تحشمي طاكوز ديال الفلاوة ويلي 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 بغاتي نكسلها لصقت. شوفي ضد الدفاتي بغيتها صار بحال اللي خداتي يكون صدق اسفل نشوف لك واحد النفابة فيها بزاف لا ما العفابة شوفي ما سمعناش.